سهلا مرحبا. 48 دقيقة نواصلوا معكم أخبارنا في العالم وشوفوا اش عامل هذا الفيروس العين في العالم. توت سويت كورونا في العالم. آخر التحيينات تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس في العالم 10 ملايين، فات 10 ملايين وأكثر من 82,000 حالة، في حين اللي يتخطى عدد الوفيات 500,000، وذلك منذ ظهور هذا الفيروس الصيني لأول مرة في ديسمبر الماضي. وما تزال الولايات المتحدة لتتصدر دول العالم من حيث الإصابات والوفيات في بفيروس كورونا، وين بلغ عدد المصابين فيها 1,500,000 نسمة، في وقت تجاوز عدد الوفيات 128,000 شخص. وتأتي في المرتبة الثانية هي البرازيل بمليون وأكثر من 300,000 مصاب وما يزيد عن 57,000 وفاة، في حين تحتل روسيا المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 627,000 إصابة، تليها الهند بأكثر من 500,000 إصابة. على كل إن شاء الله ربي يشفي العالم من هذا الفيروس اللعين. نحب زادا نتابع بعد العشرة ملايين ذوما اللي شفناها، حكينا على البرازيل المرتبة الثانية، والبرازيل البارح اللي تسجل 1,100 وفاة في يوم واحد فقط. ربي قدر الخير والأمل، يقول إن شاء الله في شهر ديسمبر الجاي. هذا ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، وتم تسجيل كما قلنا 38,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، 1,109 وفيات خلال الساعات 24 الماضية، وبهذا تبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في كما قلنا في البرازيل أكثر من 1,313,000 حالة، بينما تجاوز الوفيات 58,000 حالة. وفي إطار مواجهتها لمرض كوفيد 19 أعلنت الحكومة البرازيلية إبرام اتفاق مع جامعة أوكسفورد وشركة الأدوية لإنتاج لقاح واعد يخضع للاختبارات حاليا مضاد لفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة زادة البرازيلية في مؤتمر صحفي أن البلاد من المقرر أن تدفع 127 مليون دولار، وتتلقى مواد لإنتاج 30.4 مليون جرعة على دفعتين في ديسمبر وجانفي، ومما يسمح لها بالبدء بسرعة في جهود التلقيح إذا تم التصديق على أن اللقاح آمن وفعال. وينص الاتفاق إجمالا على 100 مليون لقاح للدولة اللي يبلغ تعداد سكانها 210 ملايين نسمة، ومن المزمع أو المزمع إنتاجه من قبل صنع اللقاحات المحلي فيوكروز بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية البرازيلية. نمشي لبلاد أخرى ويمكن يبين غريبة شوية لكم الخبر، اللي هو الدنمارك تفتح باب التجنيد لمواجهة أثار فيروس كورونا، مش مواجهة كورونا الفيروس، مواجهة أثار فيروس كورونا. هذا بعد ما كما قلنا طاح بخطط كثيرة من الشباب بعد ما فهم برشا بطالة شفناها في العالم الكل، سواء راغمين في الدراسة والتدرب بالخارج أو سعين لإيجاد وظائف. وللحد قليلا من أثار هذا الفيروس، أعلنت الدنمارك نهار السبت رفع عدد المجندين في الخدمة العسكرية. وزيرة الدفاع ترين بارميسون اللي قالت هي عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، إتاحة التجنيد في الخدمة العسكرية ل 150 شخص إضافي علاوة على 5,000 فرصة تجنيد وفق برنامج ضمنته الموازنة. هون حكيت على دعوة للشباب اللي اليوم عنده ما يعمل وينجم يشوفوا كيفاش على الخدمة العسكرية. وقال زادة في حوار مع وكالة رويترز الدنماركية أن الخدمة العسكرية شيء يلازمك طوال حياتك، لذلك من الواضح أنه علينا استعمال النظام القائم حتى يؤديها مزيد من الشباب. والخدمة العسكرية إجبارية نظريا للرجال في المملكة الدنمارك، لكن لا يخضع لها سوى عدد صغير من كل فئة عمرية، 99% منهم متطوعين. وتملك الدنمارك جيش ذا يشارك في أغلب الأحلاف الغربية منذ بداية الألفية، في أفغانستان، في العراق، ليبيا، ومؤخرا اللي في مالي على كل. ورفعت زاد عدد المجندين 10% عام 2018، أي بزيادة 500 عنصر اللي يوصل لعدد محدود منهم إلى ساحات القتال. نمشي إلى خبر آخر اليوم موجود زاد في العالم، وفاة 3 أشخاص والسبب شنو؟
اي مازال نحكيو على كورونا. السبب اللي هما تناولوا معقم اليدين. هذا ثلاثة أشخاص اللي أصيبوا. فما الرابع هذا لطف عليكم اللي كان فقد البصر متاعه بعد تناولهم لسائل معقم لليدين في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت هيئة الصحة في نيو مكسيكو في بيان رسمي أنه 7 أشخاص تناولوا سائل معقم لليدين نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر كما قلنا بالعمل لطف عليكم ودخول 3 آخرين في العينين المركزة. وسجل زاد الحالات في هيئة مراقبة التسمم في الولاية وفي مايو اللي تعدى. وتبطت بالإدمان على الكحول وفقا للمسؤولين. هون يروا مش كان عنا الظاهرة هذه ظاهرة القوارس كهو يظهر لها فما ظاهرة فما الجيل. ويستخدم البعض معقم اليدين للحصول على تأثير المشروبات الكحولية بسبب امتلاك المعقمات على نسبة من الكحول والميتانول. وقبل تفشي وباء كورونا اللي منعت الولايات المتحدة معقم اليدين في جميع السجون في البلاد بسبب استخدام المساجين المعقمات للحصول على تأثير الكحول. واكتشف مسؤولون في دارليون مؤخرا أنه عدد من المعقمات يحتوي على الميتانول وهي مادة تعرض الشخص لتسمم في حال هضمها أو امتصاصها داخل البشرة. احنا عنا خبرة فيها نتسمم توا الميتانول والليتانول وشفنا شنو اللي عمل وشنو اللي صار. هذا اهم فما في العالم حول هذا الفيروس. كورونا في العالم فاصل وهنا